بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد. حكم اللام ال ولام الفعل. تيمو كرك درس زير تجويدي روش تختار حكم يا لام لام ساكنة اشتقينجرو شيخ هدي حكم لام ال حكم لام ال ولام الفعل. حكم يا لام يمو كرك ال التعريفية لام التعريف، ولام الفعل نيام لام ساكنة يمو كرك نلام ساكنة يمو كرك فعلي. قال الشيخ رحمه الله تعالى: للام الحالان قبل الأحرف، أولاهما إظهارها فالتعريف. قبل 14 خذ علمه، من ابغي حجك وخف عقيمه. ثانيهما إدغامها في 14 أيضا ورمزها فعي. طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم، دعسوا أظن انزر شريفا للكرم. نمهدير الشيخ: واللام الأولى سميها قمرية، واللام الأخرى سميها شمسية. وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى. كرك أبيات إزي شيخي رحمه الله تعالى الإمام سليمان الجمزوري كرك تحفة الأطفال. وهذا للام ال لام يا ال نايو حالان نوع بيري قبل حروف، قبل ز حروف زهجائية. أولاهما يا حال يا مانزو يا كانرا إظهارها كوابنك ذهرشا نختمك كإظهاري فلتعرفي إيوانا برتا جاوبويو. قبل 40 قبل 14 من مع 10 حرف يكون من نانه، خذ علمه تار علميه، من ابغي حجك وخف عقيمه. من ابغي كركا بيت اي نصف البيت تار حرف زين خامبرو. من ابغي حجك وخف عقيمه، ابغي دلبتا حجك حجي حج ياكو دلبتيرا كإخلاصي، اما فان حج كإخلاصي دلبتا إخلاصي مجيتو، وخف عقيمه تيا عقم ياك كتزخ تقبلوه. نما هدير ثانيهما لام يبيلي أما حال يبيلي كالكلام الإيو إدغامها نخفن وإدغام في 14 إكمنان نازو حرف إكمنان أيضا نازو كذلك نجسيو، ورمزها نا علامة ذاك فعي معنى حفظنا خامبرون رمز ياك نانخو حفظ كركا بيت اي اول حرف كركا اول كركا كلمه بيت ايزي كمنانه كلمه ايزي كمنانه حرف يمانزون ديو خامبي فعي حفظ. طيب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم، دع سوء ظن زر شريفا للكرم. طب ومتم صورة نخامبرو ثم صل نما شكنشا رحما تزازي تفوز تخبط فوزا تقوليوانا ضف ذا نعم وطال مرتي وإجمش منتو من يشرفو. دع سوء ظن لتا سوء ظن لتا زر شريفا مزيارته منتو
كريم ومتو شريف ومتو ميمة للكرم كسبب وكرامة واك شرفوية. واللام الأولى, اللام الأولى إجيه فنيوا إظهار هديري سميها قمرية إفيلة إني تكون قمرية لام القمرية. واللام الأخرى نلام لام يبيلي نوع يبيلي سميها إفيلة أما بإني شمسية لام الشمسية. نما هديري وأظهرن لام الفعل مطلقا فني إظهار لام الفعل مهلا بتكون لام الفعل يساكنا مطلقا فني إظهار فني في نحو قل مثالية كمبا قل نعم قل نعم لام يمكتك قل فني إظهار نقام بلو وقلنا كذلك نحو قلنا والتقى كذلك والتقى لام إذا زدت فني إظهار نقام بلو. إيو ني أبياتي ذا شيخي إذا اشتخفان فهفاهين كركا أبياتي إذي شيخي نكو هذا للامي أل لام من أل أي أل التعريفية لام يتعريفية إي حالاني زنازو حالا بيري ننوع بيري حال زاكن بيري قبل حرف قبل الأحرف قبل الأحرف الهجائي قبل إناز حالا بيري حروف الهجائية قبل إجلام أل إناي حالا بيري أولاهما إظهارها وجوبا كواوي نخفاني إظهاري نواجب فلتعرف إيواجاب إيو أي فلتعرف أنت الحال الأول إيوانا خامبرو و ما نقولك برتو تجويدي الحال الأول برتا بمعنى الحكم الذي يريده الناظم أو متو ناظم من يجيبو ناظم يعني نخصوله معنى يحكمه إيوانا خامبرو وهو الآتي نيجي تكويو ذكره ذكريه في البيت التالي كركبيت نكويو قبل أربع وذلك الإظهار قبل أربع يظهر إيو إتاكون قبل أربع بنقل الهمزة إلى اللام قبلها لضرورة النظم إسا فنزي قبل أربع إيو همزة إيو همزة قطع فنزي همزة وصل نفنزي معنى نقل فنزو حركية قبل أربع هديو إيو كخساني ضرورة الشعر تو لكن إيش سلوكو هدوه قبل أربع سلوكو هدوه لكن قبل أربع لضرورة الشعر كخساني إيو بيتي تكوفون دي كاكتنا كاكتنا نتنوين هدية تنوين العين أربع مع سكون أي العين ناقو فنزي سكون العين هدية مع عشرة فنزي جسيو من الحروف خذ أيها المريد علمه تارا أو أجن خصوله خصوزكو علم يتجويد إيجار علم ينقام بلو من حروف الكلمة التي يجمعها قول الناظم تارا إذا حروف إذا حروف القمرية تارا كركا ناظم ينقام بلو كلمات إذا زايق جمع شريزو أبا إبغي الهمزة والباء والغين حجك الحاء والجيم والكاف وخف واو نخاء نفاء عقيمه نعين نقاف نياء نميم نهاء حروف إزي وفلو حروف إبغي حجك وخف عقيمه وحروف لام القمرية. أوكي أوكي إسا مثالية تاكوا إبغي الباء البصير غين الغفور الحاء الحليم الجيم الجلال كاف الكريم الواو الودود
الخاء الخبير، الفاء الفتاح، العين العليم، القاف القدير، الياء اليوم، الميم الملك، الهاء الهدى. إذي نهمزة نايو في الأب الأول هكذا. إذي زدت نحروف لام القمرية. سلام القمرية حروف زني كمنا نائزي إبغي حجك وخف عقيمه. إتشي واوي بيتي لام الحرف إذي زيرو بعدية نما الإي تخفان إظهاري تختم كلامه. تقول هذا البصير الغفور الحليم الجليل الكريم الودود الخبير الفتاح العليم القدير الأول اليوم الملك الهدى. يسيو تختمكو يونايو فيلوة لام القمرية نحرف إزي كمنانة إبغي حجك وخف عقيمه. الهمزة والباء والغين والحاء والجيم والكاف والواو والخاء والفاء والعين والقاف والياء والميم والهاء. نما شيخ هديرة ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة. حكم يبيلي نإدغام فنيو إدغام في أربع وعشرة كركا حرف يكون منانه أيضا كذلك ورمزها نعلام زي فعي حفظنا قامبلو. ثانيهما أي الحالين حال ينبي يبيلي إدغامها نخفنيو إدغام في أربع بدون أل بدون تنوين هذه في أربعين سلوكها دو لكن في أربعي فإنزا بدون تنوين. وعشرة أيضا أي فهي أربعة عشر نيكم نانه ورمزها أنا رمزيه بالنسب مفعول مقدم لقوله فعين ديو فعي رمزها معنى ني مفعول يا فمعنى يا فعل يا فعي مفعولي انديو رمزها فنزو فتحاني نسبو أبو كقصري مفعول يا فعي من الوعي معنى كواوينكو حفظه وهو الحفظ أي احفظ رمزها من أوائل قوله طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دعس أظن زر شريفا للكرم. نا حرف إذي نازو نطاء طام الثاء الثواب صاد الصادقين الراء الراكعين التاء التوابين الضاد الضالين الذال الذاكرين النون الناصحين الدال الدين السين السائحون الضاء الظالمين الزاي الزجاجة الشين الشاكرين اللام الليل نيزون ديزو إكومي ناني. نما شيخ هدي واللام الأولى سميها قمرية. اللام بالنسب على الاشتغال هدي والأولى بنقل الحركة نايو الهمزة إلى الساكن قبلها أي المظهر سميها قمرية بسكون الميم للضرورة تشبيها لها بلام القمر بجامع الظهور في كل هدي زدت فنيا إظهار فانيا. واللام بالنسبة ناخو واللام الأخرى نايو جسا سابقتها معنى حكمه تقترى جسايو يكان رجسا يفنيو بالنقل نايو أيضا.
وهي المدغمة يلام ينخفن يوم إدغام سميها إيفيل شمسية تشبيها لها بلام الشمس ونخ شبه شو كلام الشمس بجامع الإدغام في كل زت معنى ناوي فانيا إدغام فانيا الشمس الطامة الثواء معنى يسي ستموك يلام تموك يشدد تموك يونديون إدغام الصادقين الراكعين التوابين وهذه ال تكو هذا التوابين إيسا يبيري معنى تشبيها كالشمس لام الشمسية نبعد زاو كشيخ الإسلام زكريا الأنصاري التسمية الحروف التي تقع بعد ال ذكر ذلك في شرح الجزرية الشيخ زكريا الأنصاري ذكري لكركا شرح شرح الجزرية فشبه في القمرية اللام بالنجم والذي بعدها بالقمر بجامع بقاء كل عند الآخر وشبه في الشمسية اللام بالنجم وتلك الحروف بالشمس بجامع خفاء كل عند الآخر وأظهرن نمهدي لشيخ وأظهرن أي بنون التوكيد الثقيلة أي بين وجوبها بين معنى إظهاريا واجب لام فعل مطلقة أي لام فعل مطلقة مطلق ما لا تكون لام الفعل سواء كان الفعل ماضيا يو فعل نايو فعل الماضي نايو أو أمرا أم نايو فعل الأمر وتلحق اللام الماضي في آخره وهو الكثير ديو نينجي أو في وسطه إتشوايو إبتا آخرية يو لام أمو إبتا كتنا كتي وآخر فعل الأمر نا فعل الأمر آخرية كما في أمثلة الناظم الآتي جساء الناظم تميرو مثالي كركا أبياتي تقويو ومحل إظهارها إذا لم تقع قبل اللام والراء ني محل الإظهار تكوانين إيشوا تخبرتكنا لام بعدية لام ساكن تخبرتكنا لام بعدية ولا تخبرتكنا راء بعدية فإن وقعت قبلها قبلهما إيشوا يبتكين لام بعدية أما راء أدغمت تخفنوا إدغام فيهما وجوبا نحو قل ربي وقل لهم وإنما يجب الإظهار في نحو نواجب إظهار كما قل نعم قلنا والتقى كما جسيو جس الإمام والشيخ فنزو مثال كركا أبيات استقوى من كل فعل أمر وقعت اللام في آخرك أنزلني مثلا أنزلني لام يمؤبو تخفني إظهاري اجعلني نلام يو تخفني إظهاري وفي نحو قلنا من كل فعل ماض وقعت اللام في آخره كل فعل ماضي يبتكينو آخرية لام ساكنة نعم تخفنيو يجي كجعلنا أرسلنا وإن اجتمعت فيه متقاربان أو متجانسان إجوايو يبتكين حرف متقارب حرف متجانس فلأن النون لم تدغم فيها شيء من الحروف التي أدغمت إسا نون هايفانيوي إدغام إجوا نون إبتكين بعد يلام مثلا شهادة جعلنا إبتكين نون وقادر فانيا إدغام جعلنا وقادر كهدا أو أرسلنا لا أرسلنا لام تخفانيا إظهاري تخفانيا نكذلك في نحو التقى من كل فعل ماض كل فعل ماضي وقعت اللام في وسطه كل فعل ماضي يبتكن اللام ساكنة كتنا كتي كمبا ك فالتقمه الحوت فالتقمه الحوت ألحقنا يوتي وذلك لتباعد المخرجين كحسني لام معنى مخرج زاو زكو متباعد إذ الإدغام يستدعي خلط الحرفين كحسن إدغام هليتا حرف بيلكو دنغنوه
وتصييرهما حرفا واحدا لتقوى يعني حرف مويتاكو بسيريرو اشتخكم ذات أبا هذا وبالله التوفيق والله أعلم.